ومع قدوم الاضطرابات الجوية، كل واحد منا يتساءل عن الطرق والوسائل التي يستعملها الديوان الوطني للأرصاد الجوية في التنبؤ بأحوال الطقس، غير أن زميل حسيب كروش ستجيبنا عن تساؤلنا في هذا التقرير. أمطار، رياح قوية وثلوج على المرتفعات. يرتبط الجزائريون تلقائيا بالأحوال الجوية حيث يتابعون حالة الطقس، لكن أغلبهم يجهل طرق ووسائل التنبؤ. بداية جولتنا كانت من حظيرة الأرصاد الجوية، حيث يتم رصد حركة الرياح ودرجات الحرارة وأيضا كمية الأمطار المتساقطة. إذا المرحلة الأساسية هي رصد الجو. على سبيل المثال نجد هنا أمامنا المغياث، المغياث اللي يسمح لنا باش نتحصلوا على كمية الأمطار المتساقطة. لدينا كذلك يعني بما يسمى بالشماسة، الشماسة هنا تعطينا معلومات حول أشعة الشمس، مدة إشعاع الشمس خلال النهار، وهناك وسائل عديدة مثل تلك التي تعطينا معلومات حول سرعة واتجاه الرياح. بعدها يتم جمع المعلومات من كل المحطات الجوية، ويعتمد على حاسوب ذكي لتحليل البيانات التي تحول إلى مخططات. دي وسيلة جد متطورة، فيها التخزين، فيها كذلك كما قلت النماذج العددية المختلفة المحلية والعالمية. من هذا الحاسوب يتحصل المتنبئ بكل معلومات، وهو المعلومات هذه تأتي على شكل خرائط، وتلك الخرائط يعني المتنبئ يقوم بتحليلها تحليل دقيق باش نتحصلوا على التوقعات الجوية. على سبيل المثال نتوقع ثلوج وأمطار إن شاء الله يوم السبت وحتى يوم الأحد بإذن الله. هكذا إذن تحضر التنبؤات بأحوال الطقس لتكون جاهزة للبث في النشرات الجوية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة سجلوها اليوم في الليل إن شاء الله ستصل إلى 11 درجة بمدينة وهران.